مين برأيك أكثر أغنية أو أكثر مطرب هيك هاي السنة كسر الصيف بأغاني؟ كسر الصيف بأغاني؟ ما بعرفش حقيقة. أنت بتسألي ناقد يعني، فاهم؟ يعني يا بخت يا بخت الأستاذ أشرف هيقول عليه هو اللي كسر الدنيا. أنت بشكل شخصي لو بدنا نحط كمان حضرتك كونك ناقد وكبير وصحفي كمان رائع، يعني أنت كشخص مين الأغنية اللي بتسمعها هيك بالصيف بتخليك تسلطن بهالفترة هاي؟ هي ملهاش يعني، تعالي ننسى حكاية الصيف والشتاء، لأن الأغنية زي ما قلت لحضرتك هي مش سلعة غير معمرة، يعني هي سلعة معمرة على فكرة. لو هتصنفيها اقتصاديا هي المفروض تعيش، ويقول لك أم كلثوم دي زمانها انتهت بقى. صح. فهي أغنية معمرة. الأغنية المعمرة فين؟ هل أنت بتعمل أغنية كأغنية سلعة معمرة ولا غير معمرة؟ أوكي. خطف كده ونجري ولا ترند؟ يعني في ناس بتعمل أغاني ترند وخلاص وبتخلص. ودي جرأت على فكرة الحكاية دي، جرأت ناس حتى مش مغنيين يغنوا وتضرب معه. يعني الراجل بتاع مساكن شيراتون ده كان ايه في حياتنا هذا الشخص؟ مع احترامي الشديد ليه يعني، هو حضرتك كنت ايه ولا انت جيت منين؟ ولا للأسف ان احنا كمان يعني احنا جيل كل الجيل كله متربي على على السوشيال ميديا، وهو ما قداموش غير التليفون الشاشة الصغيرة اللي بتوصل له كل حاجة. كل ولادنا للاسف بقينا نسمعهم نغني الاغنيه دي، فيعني دي ودتنا في مأساة. هي عدوى وحاله، يعني انا بتصور ان ده برضو امتدادات لمشاكل اكبر. يعني هي الاغنيه دي بتعبر عن مجتمعها. ما تنموش اغنيه زي دي وتنجح وتنتشر بالشكل اللي انا شفته ده. معرفش اسمها ايه حتى الاغنيه، والله العظيم ما فاكرها. مساكن شيرتون بقى. خليها مساكن شيرتون، الا اذا كانت هي خارج عشوائيات. فالعشوائيات دي وده ثقافة. اكبر دليل احنا نفسنا مش فاكرين، احنا الثلاثه هو مش فاكرين، بس وقتها كنا عارفين وكان من المضحك ان مثلا يكونوا اصحابك بيتكلموا عن الاغنيه دي وانت مش دريانه بيها، اصبحت لازم تبقي دريانه بيها لان على قد بساطتها وضحالتها، الا ان هي كانت غصب عنك لازم تسمعيها. يعني تسمعني في اغنيه واحد بيغنيها فوق السطوح كده وبيقول لك مساكن شيراتون، فالواحد يتفرج عليها فيكسب هو مشاهدين ويعتبر نفسه ان هو نجح ويبتدي بقى يبقى له مدير اعمال. أنا بس انت برضه هربت من سؤال رندا. انا والله جاي احكي لك بدل مش حنقفل الفقره بدون ما اعرف شو الاغنيه. بلاش احكي لك بالصيف، يعني قبل وبعد هذا الصيف. هل هو في مغنيين حقيقيين وفي مدعين؟ طب يا عمي من الحقيقيين هتجاوب السؤال. من الحقيقيين طبعا في ناس جامده جدا، في ناس يعني بجد هم مطربين كويسين زي مثلا وائل جسار، زي صابر الرباعي، زي أحمد سعد.